حبيبي حبيبي هتوحشني والله. والله انت مسافر دلوقتي؟ خلاص خلاص. ايه ما مبسوط يا باشا؟ لا بس يا عم احنا بقالنا 3 ايام والله عمرهم ما كانوا كفايه. لازم المره الجايه بقى نسافر اكتر بكتير كده. وحشني يا ابو ان شاء الله. وحشني جدا جدا جدا. اشوفك قريبا جدا جدا ان شاء الله. الوداع حبيبي. بقول لك ايه؟ ايه يا ابني؟ هم اصلا ما يعرفوش ان انت كنت اصلا في جنيفا بقالك يومين، فما شف... انتوا ما شفتوش الكلام ده صح؟ ما شافوش يا ابني الكلام ده؟ اه لا طب ثانيه واحده وريهم بقى. سلام. انت بقى سلام. انا لازم ابدا لكم قصه من الاول خالص، لان انا كنت في جنيف في سويسرا قبل ما اجي هنا. فخليني احكي لكم بقى قصه من الاول خالص. Ladies and gentlemen, welcome to Geneva, where the local time is 10:30. We are pleased to inform you that we arrived 15 minutes ahead of schedule. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا مش في القاهره ولا في مصر، انا في بلاد بره في سويسرا حاليا. المفروض تكونوا انتوا شفتوا بالفلوج ده بعد ما عرفتوا ان انا رايح اقابل كريم السيد في فرنسا. انا جاي هنا سويسرا 3 ايام، هنلفلف فيها، هنشوف الدنيا والاخبار والحاجات الحلوه اللي فيها، وبعد كده هننطلق على ليون عشان نقابل كريم السيد. وبعد كده في جوله بقى ان انا المفروض مسافر مده مسافر شويه حلوين، فخليكم معانا عشان تشوفوا حاجات حلوه جدا. سوس اشتركوا في القناه، حطوا نوتيفيكيشن اون الجرس عشان ما انزل الفيديوهات اللي جايه، عشان غالبا احاول انزل فيديوز اكتر من العادي. يعني مش هقول كل يوم، بس احاول انزل فيديوز اكتر من العادي. فستي تيوند. حاليا دلوقتي متجهين الى مغامره في سويسرا. خليكم معانا. نتمشى بسرعه في 5 دقايق. احب اتمشى بس احبش اتمشى بسرعه. يعني وايه اللي هنضطر ساعه؟ طيب انا الخطه بتاعتي ان احنا هقعد في سويسرا في جنيف 3 ايام، وبعد كده هروح على ليون. لسه بقى هشوف ازاي احجز اتوبيس من هنا لحد هناك. هحاول برضه اقول لكم على الحركات اللي موجوده يعني، وازاي توصل وبتاع. معلومه سريعه عن جنيف، ان هي رابع اغلى سيتي في العالم. متخيلين؟ انا امبارح جبت ساندوتش اللي هو اسمه كباب، بيبقى زي الشاورما كده. تمنه الواحد كان ب10 او 12 فرانك، فالواحد دخله في 200 حته سندوتش شاورما يعني، فاهم؟ سندوتشين شاورما ب 440 جنيه. بس في حاجه حلوه في جنيف برضه، ان لما تيجي تقعد في اوتيل هنا بيديك كارت، يبقى الكارت ده فري ترانسبورتيشن المده كلها اللي انت قاعدها، مش محتاج تدفع مصاريف اي تنقلات، لان هي اصل الدنيا اساسا غاليه جدا ومش ناقصه. تقريبا في فرنسا. أول حاجة في أوروبا طبعا أنت بتعدي بين البلاد من غير ما حد يسألك على الفيزا، يسألك رايح فين، هي كلها بلد واحدة كبيرة. خلاص وصلنا؟ ميرسي. السلام عليكم. كده الطريق صح؟ أنا صح. أنا حسيت إن إحنا ماشيين كده صح. بقى الفيو. بس في لازم أوريكم الفيو دلوقتي لأن هو خطير. شايف أول ناس خالص لابسين جزم مغلوب، شكلهم هيطلعوا 5 8 ساعات كده. برضه زي ما انتم شايفين انا ماشي بنصكم، احنا الجو حلو جدا، احنا في ابريل دلوقتي، الجو الصراحه خطير. انا حاليا في سويسرا. استنوا بقى، استنوا كده بقى، انا بقيت في فرنسا. ايه الحلاوه دي؟ مش هخبي عليكم اكتر من كده، احنا رايحين تلفريك سخان. اسمه ايه؟ سلاف. سلاف. هناخد التلفريك من هنا، نطلع بقى الحبل ده كده. ميرسي. ميرسي. سكان التيكت على طول. طبعا الفيو من هنا رهيب، خطير، فظيع قوي.
طبعا هنضرب فورمة السائح اللي هو ماشي بكاميرا هنا دي عشان سلو موشن. بس عموما جنيف هنا يعني جامدة جدا جدا. الناس حاسسها رايقة قوي قوي يعني. في بقى روقان بقى عكس اي سيتي تانية في اوروبا روحتها يعني. بس هي جميلة والناس قاعدة هنا بتطلع بس عشان تتشيل تقعد بقى تتفرج على الفيو اللي هو ورايا ده. وفي مطعم هنا برضو تحت الناس بتيجي هنا عشان تاكل يعني. مش السياح بس اللي بيجوا هنا بس بتلاقي ناس عادية عادي بتطلع تتغدى فوق كده مع الفيو وتنزل تاني. بس يعني يعني مهما قعدت اشرح لكم الفيو عامل ازاي على الكاميرا برضو مش هتلاقيه باين زي ما هو انا شايفه كده. نزل ايدك من عليه بس يا معلم برضو عشان اللي عايز يعرف الاسعار يوقف ويشوف. في حاجة في الموجودة ده في جبل اسمه مونبلو ده معروف في فرنسا. احنا هنروح ربع ساعة عشان نوصل له. معرفش البداية مش مشجعة خالص طول السلالم دي. كل الطريق بيبدأ بسلم. المفروض ناخد ربع ساعة لحد ما نوصل. معلومة سريعة عن المكان ده ان هو ارتفاعه 1000 متر. يا هلا انا تعبت. انا خدنا 3 خطوات دي مش قادر. وبنى سنة 37 من 2 مهندسين معماريين زي حالتي. فيك هو اللي اتبنى مش قادر. هنقصني عصايتين زي دول عشان اعرف اطلع المكان ده. اكيد يا جماعة التلفريك هو اللي اتبنى سنة 37 مش الجبل يعني. في الحقيقة احنا مش هنطلع لظروف معنوية فيزيائية سنوية ان واحد مش عارف نطلع جبل. بس انا برضه عشان اعوضكم من الحوار ده عشان انتوا كنتوا لو انتوا عايزين تشوفوا الجبل يعني انا هحط صورته. ما هو صورته هي انا جبت صورته من على جوجل او انا صورته. بالنسبه لكم مش هتفرق هي نفس الحاجه يعني. سريعا كده نجيب حاجه ناكلها لان احنا هنموت من الاكل. لا انا مش عايز اشرب انا ميه حلوه برضو يعني. سفريه تكشف شويه برضه يعني كده كتير. يا دي بواسون نو نو 1 يورو سي بو بلي او 1 فرانك سويس. ما تكون بايبي كده اللي عندهم شيبسي اللي هو بالكباب بس هو اسمه باربيكيو ليز. هو ليز شيبسي بتاع ليز دلوقتي سي اوكي سي بون. لا اون بروني سي بون سي بون. كاتشب بقى ومايونيز وباربيكيو. بصي كل هاتي 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 سيب لهم كاتشب بقى وهاتي عادي. الو بونجور. طلبنا ساندويتش وجبنه ابو بلاش كتر منه طبعا. قبل عليا انا عايز ادوق الجبنه دي. ادوقها بمنديل ولا بايدي؟ فود دي جبنه نهايه طلبها. اه ده توست جبنه. اه حلو. حلو بتمثل ولا ايه؟ خطيره والله حلو قوي. طب انا بتمرن دلوقتي ازاي اطلب كاتشب لو انا عايز اطلب كاتشب من الراجل؟ المفروض اقول له انا عايز كاتشب لو سمحت. اقول له جو فودري دو كاتشب سيل فو بلي. صح كده كده الناس فهمت ان انا فرنساوي ولا جمعت ان انا جمعت ان انا من البلد يعني؟ لا طبعا. لا يعني برضو فرنش وحش. ايه رايك في جنيف؟ جميله. حلوه. حلوه بالذات لما تكون ما خرجتش بقالك فتره. بس حلو يعني الجو حلو. جنيف والجو جميل كمان فعشان كده يمكن مبسوطين اكتر. خضره كتيره وكل حاجه سهله يعني. انت عارف تركب ايه عشان تروح الشغل عشان ترجع. الحياة سهلة بسيطة يعني مش تشيل هم بقى ساعتين وقبلها هنا تروح وبعدين ترجع تنزل تاني. الدنيا لسه نور لحد متأخر. ايوه صح. هنا الدنيا بالشمس بتقعد لحد الساعة 9 بيبقى في نور فاليوم فيه بركة. خلص شغل وتيجي لحد الساعة 9 برضه لسه في نور. قاعدين هنا فعلا شويه حلوين وفعلا انا مش عايز امشي خالص لان هنسيب الحلاوه دي ونروح فين. غالبا هنروح نتفرج على الحلاوه دي من زاويه تانية. Thank you.
كده استكفينا خلاص من الزياره دي. قبل ما امشي عرفوني لو انتوا بتتفرجوا على الفلوج لحد دلوقتي، اكتبوا لي كده في الكومنتس انتوا اتفرجتوا ولا على الفلوج لحد الاخر، عشان انا عارف مين اللي بيتابع للاخر ومين اللي بيقفل الفلوج في نصه. ولازم برضو النهارده اشتري التيكت اللي هروح بيها ليون عشان اقابل كريم سعيد هناك، فحاول اشوف تيكت اتوبيس مثلا ولا حاجه وهقول لكم على الاكسبيرينس. لقينا باني في نص الجنينه، عايز انهي نص؟ هاتي بقى الطريق اشتري فاكهه كده على الماشي على طول. على فكره لو ده كيلو يبقى هناك ارخص، هناك الواحده بواحد. الناس اللي بتعمله ان الناس اصلا اللي قاعده في سويسرا ممكن تسافر لفرنسا تعمل شوبينج وبعد كده تشتري بقى الاكل والحاجات اللي هي عايزاها وبعد كده ترجع سويسرا تاني. ده قد ايه سويسرا غاليه يعني، وفرنسا بتبقى ارخص يعني، فبيعملوا كده. Have a nice day. الناس اتعلمنا كلمتين فرنش كده برضه عشان نمشي حالنا في البلد دي. وفي سويسرا برضه بيتكلموا فرنش برضه. موزة مباركة لونها اسود، بس لما تيجي تفتحها تلاقيها عادي مش مستويه زياده ولا حاجه. الموز هنا حلو جدا جدا، بس التكستشر بتاعه او احساسه يعني مختلف شويه عن الموز اللي في مصر. عايز ارجع اجيب لك بقيه مصر. في اليافطه دي مش باينه، بس هي بتقول كده سويسرا يعني قدام حدود يعني. ثانيه يعني انا دلوقتي كده في فرنسا كده في سويسرا. حاول نلحق الاتوبيس قبل ما يمشي. ده بدوس عليه لو انت نازل، انت نازل بس. الاتوبيس ما بيطلعش دخان خالص، حتى لو شميت الدخان بتاعه ريحته مش وحشه. طب احنا دلوقتي احنا خلاص خلصنا اليوم الخروجه بتاعتنا. المفروض هنروح نشوف ناس صحابنا موجودين هنا، فانا اطلع اطلع الكاميرا ولا حاجه وبعد نروح نشوف الناس. فدي هتبقى نهايه الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم بكره في حلقه ثانيه مع محسن في سويسرا. مش عايز تحكي. الاوتيل قافل، بس هو اللي يضحك ان الاوتيل هو فعلا قافل، الناس روحت، هو مفيش حد شغال فيه خالص يعني، بيبقى فيه ميعاد معين وبيقفل وخلاص، فلازم تيجي بيديك مفتاح اللي هيفتح البوابه بتاعت الاوتيل. وده مش هنا بس، ده تقريبا في كل الاوتيلات يعني اللي موجوده. السور ريسبشن ما فيهوش اي حد. باي باي.